السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم من هو النبي الذي يقوم الليل في قبره؟ ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. من الأحاديث التي يوردها العلماء عن فضائل نبي الله موسى عليه السلام في صحيح مسلم كتاب الفضائل 2375، حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسرى بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبر. وفي هذا الحديث مسائل يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، اختلاف العلماء في مكان قبر موسى عليه السلام، وهذا الحديث يدل على إنه في طريق بيت المقدس عند الكثيب الأحمر، وهو وصف مبهم بعض الشيء وليس وصفا محددا، ولعله الحكمة من ذلك ألا يتخذ قبره معبدا. قال القرطبي رحمه الله: والكثيب هو كوم من الرمال، وهذا الكثيب يوجد بطريق بيت المقدس. وقال أيضا: وهذا يدل على إن قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق ولم يجعله مشهورا عندهم، ولعل ذلك على أن لا يعبد، والله أعلم. ثانيا، في هذا الحديث دليل على حياة الأنبياء بعد موتهم، وإنهم يتميزون عن سائر الأموات إلا الشهداء، لأنهم الله يحييهم مرة أخرى حياة خاصة به من النعيم والكرامة من لا يتعرض له أحد من قبل. وقد دل على ذلك أدلة أخرى كثيرة، من أصحها وأشهرها حديث الإسراء والمعراج، حيث جاء فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في السماوات وصلى بهم أمام بيت المقدس. ومنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ثالثا، قال القرطبي رحمه الله: وهذا الحديث يدل على إن صلى الله عليه وسلم رأى موسى رؤية حقيقية في اليقظة، وإن موسى كان في قبره حي يصلي فيه صلاته التي كان يصليها في الحياة، وهذا كلام ممكنا لا أخالفه في شيء. وقد صح إن الشهداء أحياء يرزقون، ووجد منهم من لم يتغير في قبره من سنين، وإذا كان هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرا وأولى. رابعا، صلاة موسى عليه السلام وسائر الأنبياء في قبورهم ليست على وجه التكليف، لأن التكليف منقطعا بالموت، وإنما هي على وجه التنعيم والتلذذ بعبادة الله وإقامة ذكره. قال القرطبي رحمة الله: وإن قيل كيف يصلون بعد الموت وليس الحال حال تكليف؟ الجواب: إن ذلك ليس بحكم التكليف، وإنما ذلك بحكم الإكرام لهم والتشريف، وذلك إنهم كانوا في الدنيا حببت لهم عبادة الله تعالى والصلاة، بحيث كانوا يلازمون ذلك، ثم توفي وهم على ذلك، فشرفهم الله تعالى بعد موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يحبون وما عرفوا به، فتكون عبادتهم إلهامية كعبادة الملائكة لا تكليفية. وقد وقع مثل هذا لثابت البناني رضي الله عنه، فإنه حببت الصلاة إليه حتى كان يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا يصلي لك في قبره فاعطني ذلك. فرآه ملحده بعدما سوى عليه لحده قائما يصلي في قبره. وقد دل على صحة ذلك كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه. وقد جاء في الصحيح إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. خامسا، حياة الأنبياء بعد موتهم وما يتعلق بذلك كله أمر غيبي، كل ذلك حقا يجب الإيمان به والتسليم له، وإثبات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي، ورآه أيضا في السماء، والله على كل شيء قدير. شكرا لكم على المتابعة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.